كم منا يرسل يوميا إصبع الإبهام الشائع حين تصله رسالة نصية على منصات التواصل الاجتماعي ولا يملك وقتا للرد عليها؟ يبدو أنه حان الوقت للانتباه أكثر، فلتلك الرموز التعبيرية أو ما تعرف بالإيموجي تبعات قانونية مباشرة. إبهام مرفوع في محادثة إلكترونية بمثابة توقيع قانوني ملزم على عقد. كيف؟ هذا ما أكدته محكمة ساسكاتشوان الكندية التي أرغمت مزارعا على دفع 82 ألف دولار كندي مقابل عقد لم يتم الوفاء به. المزارع أرسل الإبهام الشائع بعدما طلب منه المشتري تأكيد تسليم طلبية معينة له في نوفمبر، في وقت يقول المزارع أنه أرسل الإصبع لعدم امتلاكه وقتا لمراجعة عقد الطلبية. هذا الاستسهال كلفه غاليا على ما يبدو، ولكن خلف هذه القصة تغير هائل في التبعات القانونية لأي خطوة تتخذها في الفضاء الإلكتروني مهما كانت بسيطة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.